مشاهدينا متابعينا الكرام، متواصلين وياكم في تغطيتنا لهذا اليوم الجميل وهذا اليوم الذي نحتفل فيه بمناسبة زواج الشقيقين مهند وشبل أبناء إلياس الهوساوي. في البداية نرحب بك الأخ محمد اليامي عبر قناة خالد بازدان الإلكتروني على اليوتيوب. الله يحييك وتشرف الظهور على قناتكم على اليوتيوب، ونبارك العريسين مهند هوساوي زميل الدراسة وأخوه شبل صحيح؟ شبل نعم، مبارك لهم إن شاء الله، والله يوفقهم في حياتهم والله ييسر أمورهم إن شاء الله. محمد اليافعي، بما أنك صديق مقرب لمهند وصديق وزميل دراسة، حدثنا عن المواقف الطريفة التي تمررتم بها خلال الفترة الدراسية. والله مواقف كثير مرة، وإذا جينا نتكلم على مواقف مع مهند فالمواقف مع مهند مقسومة على شقين، شق قبل الالتزام وشق بعد الالتزام. طبعا قبل الالتزام كانت المواقف إباحية شوية، كنا نتكلم بحرية، كنا ماخذين حرياتنا معاه، وكنا يعني اللي نقدر نسويه نسويه لأنه ما كان فيه حواجز تمنع. بعد الالتزام صار الموضوع أقل شوية، فترة دراسة مهند في أبها أو في الباحة خلت التواصل أقل، حتى أنا ابتعدت فترة رحت في الشرقية، ولكن الحمد لله والشكر إحنا زملاء في الثانوية، والآن من التخرج من الثانوية الآن لنا يمكن تقريبا 5 سنين أو 6 سنوات وما زلنا متواصلين، رغم أننا زملاء ثانوية يعني حتى ما كملنا مع بعض جامعة أو كلية أو شيء. فالحمد لله والشكر، الحمد لله على أدام المحبة بيننا، وإن شاء الله نستمر سنين قدام. والله يوفق مهند أخ عزيز، وفراقه من حياة العزوبية للحياة الزوجية الله ييسر له أمره إن شاء الله يوفقه. إذا نشكر الأستاذ محمد اليافعي على هذا اللقاء، ونتمنى لك ولجميع الحاضرين التوفيق. أنا لسه عزوبي فادعوا لي بالزواج إن شاء الله.